تتكلم الحكمة المصرية عن دور المعابد المصرية في النمو وتطور الحضارات، والفكرة هنا إن الكون دائم التوسع والنمو، وكل توسع نمو بحاجة إلى وعاء، وطبعا الوعاء ده ممكن يكون مادي أو روحي، وهنا بيجي دور المعابد، والمعبد هنا الوعاء اللي بيسمح بتطور الحضارة ولكن داخل الفرد، ولأنها مش أبنية مادية، لا هي أماكن بتعزز النمو والوعي وبتطور الوعي لدى الإنسان. يقع معبد حتحور في دندرة على خط عرض 26 درجة شمالاً على طريق قديم بيؤدي إلى البحر الأحمر. بيتم الاحتفال برأس السنة كل عام في ليلة صيفية خلال الانقلاب الصيفي. الاحتفال ده بيسمى بفجر الحضارة، وبيحدث في منطقة فوق النيل بيتم اختيارها بعناية شديدة بسبب علاقتها المباشرة مع نجوم معينة. ومن أهم المجموعة النجوم اللي بيتم اختيارها هي النجوم اللي فوق القطب الشمالي، لأنها بتكون نجوم ثابتة، وطبعاً في نجوم مش ثابتة وهنتكلم عنها. النجوم الثابتة دي كان رمزها أيام المصريين القدماء فرس النهر، والتسمية الحديثة دلوقتي مجموعة دراكونيس، والرمز بتاعها التعبان. ويتم وضع خط موجه أثناء بناء المعبد وبيشير إلى النجم ده اللي هو النجم الثابت، وهو اللي حالياً بيتسمى ألفا دراكونيس أو مجموعة دراكونيس. وطبعاً بعد كده بيتم تحديد الاتجاه محور المعبد، ويتم وضع أربع حجارات أساسية علشان خاطر يبنوا الجدران العالية اللي انتوا شايفينها دي. والنجم ده كان موجود في الشمال عند البوابة الرئيسية، وكمان كان بيساعد الكهنة على مراقبة حركة النجوم أثناء الاحتفالات الليلية لأنه نجم ثابت. وعندنا نجم تاني مهم هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل، وهو نجم سيريوس، هو الرمز الإلهي بتاعه إيزيس. كان ليه برضو معبد تاني في داخل المجمع، وكان موجه مباشرة ناحية نجم سيريوس. يوم 21 يونيو يوم الانقلاب الصيفي بيسجل الكهنة حركة النجوم وملاحظاتها حول تأثير القمر على كل كوكبة. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل على نجم سيريوس وقد ايه هو كان مهم ايام المصريين القدماء. كان من خلال نجم سيريوس والنجوم التانية كانوا بيدرسوا تأثير القمر على كل كوكبة نجمية. كوكبة نجمية زي الأسد والجوزاء والعذراء وغيرها من الكواكب كانت بتديهم حكمة معينة، كان الكهنة بيحللوها وبيرسموها على جدران معبد دندرة. كان نجم سيريوس بيظهر بعد 120 يوم وبعدين بيختفي ويظهر تاني بعد 120 يوم، لكن الظهور الأهم كان بالنسبة للمصريين القدماء يوم 21 يونيو، وكان ده بالنسبة للمصريين القدماء بداية موسم الفيضان يعني الخير والزراعة، بيقعد 40 يوم الفترة دي بداية موسم الفيضان، وبعدين النجم سيريوس بيختفي، وبعدين بعد غياب 120 يوم وبعد كده بيبتدي يظهر تاني. على أساس ده قسموا المصريين القدماء السنة إلى ثلاث فترات. أول حاجة إن كان في كل فترة كان فيها أسابيع، وكل أسبوع كان فيه 10 أيام، يعني أسبوع عند المصري القديم كان 10 أيام. فبالتالي على أساس هذا النجم تم تقسيم التقويم للسنة وكل حاجة. تعالوا بقى نتكلم عن سقف صالة معبد دندرة، واللي هي من أكتر العناصر المعمارية المميزة في المعبد ده، لأنها بتحتوي على الكثير من الرسومات والنقوش الرائعة، وبتجذب الكثير من الزوار بألوانها الزاهية، لرغم إن هي مرت عليها 2000 سنة على الأقل ولكن محتفظة بجمالها. اللي قدامكم دي تقسيم الصالة، اللي قدامكم السقف بتاع الصالة، واللي بيتكون من 7 أقسام، وكل جزء ليه جزء تاني في الناحية الغربية بيكمله. عندنا القسم الأول والسابع ده للأبراج، وهم عددهم 12، يعني في جزء فيه 6 والجزء التاني بيكمله برضو فيه 6. والجزء التاني والخامس هنلاقي إن فيه ساعات الليل وساعات النهار، والجزء التالت والسادس هنلاقي فيه منازل القمر والتمثيلات النجمية.
ولكن في النص هنلاقي ان فيه مفيش اي مناظر فلكية، ولكن هنلاقي طيور حامية موجودة على مراكب بتدخل وتخرج من قدس الأقداس. هنبتدي مع بعض نتكلم عن القسم اللي هو بتاع الأبراج. أول حاجة عندنا المنظر اللي قدامنا ده، هنلاقي فيه ربة السماء اللي هي نوت، وجسمها بينحني، هنلاقي إن إيديها موجودة في ناحية ورجليها في الناحية المقابلة من الناحية التانية، وهنلاقي إن كمان في هنا الجسم المموج، هنلاقي ده اسمه المياه الأزلية، وكمان بيعبر عن إن كل شيء، أو بيعبر عن إن المياه الأزلية ده بيخلق منها العالم، كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. فطبعا تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل عن الأبراج اللي موجودة في القسم ده. ودلوقتي أنا هبدأ من عند رجل نوت أو من الحتة دي، لأن إحنا هنمشي في مسار اللانهائية زي ما كان المصريين القدماء بيحبوا الرمز ده. طبعا لأن إحنا مش هنمشي في مسار دائري، إحنا هنمشي في مسار اللانهائية. طبعا أول حاجة عندنا هنبتدي برجل نوت، وطالع منها الحتة دي كده هي الخنفساء، والخنفساء دي زي بذرة، هي بذرة التحول والوعي، تمام؟ هي طالعة من ساق نوت، تمام؟ ودي أول بذرة عندنا للتحول والوعي. وبعد كده هنلاقي إن في الشمس، وطبعا هنا فكرة الشمس إن طبعا الشمس بتمشي من خلال مركب ومن خلال المياه الأزلية، لأن المصري القديم كان عنده اعتقاد إن في نهر في السماء، وإن الشمس بتمشي من خلال مركب، وبعد كده نود بتبلعها، وبعد كده بترجع تاني الصبح وهكذا. فهي فكرة إن التجدد وإن كل حاجة بتحصل لا نهائيا. طبعا عندنا بعد كده طبعا وجه حتحور، هنا عندنا هي البذرة التانية. وجه حتحور بيرمز إلى المكان والزمان، وطبعا بيتغير شكله بناء على الموقع الجغرافي، يعني بيرمز إلى تغيير الإدراك مع تغيير المكان والزمان، يعني زي الإنسان كده لما ممكن يسافر أو يروح مكان تاني هو مش متعود عليه، فبالتالي إن هو إدراكه وتغييره وآراءه بتتغير على حسب المكان والزمان، لأن ده طبيعة البشر. فده اللي عايز يقوله لنا من خلال الوجه، لأن كمان وجه حتحور هو مختلف في جميع أنحاء مصر. عندنا بعد كده نازل من وجه حتحور المعبد اللي هو المزدوج ده. ليه بنقوله عليه مزدوج؟ لأن هو فيه طالع كده زي عمودين، والعمودين بألوان مختلفة، واحد أبيض وأزرق والتاني أسود وأزرق. طب العمودين دول بيشيروا إلى إيه؟ أول حاجة إن كل إنسان ليه جانبين، الحلو والوحش، الضوء والظل، فبالتالي ده هو الرمز اللي بتشير عليه المعبد اللي طالع من وجه حتحور. وكمان عندنا حاجة تانية، وهي اللي قدامنا فوق دي عندنا زهرة اللوتس، وكمان عندنا زي نازل منها زي تعبان أو أفعى. طيب الأفعى دي طبعا بتعمل زي موجة أو حاجة زي اهتزازية، وده الاهتزاز ده بيسميه الوعي. لما بيتولد المكان والزمان بيبقى فيه حركة، وطبيعي ده هو الوعي وهو الاهتزاز، يعني كل حاجة فيها ليها وجود مادي والزمان، كل ده بيعمل زي اهتزاز. فدي البذور عندنا اللي موجودة، وهو للوعي والإدراك، الوجود المادي والزمان والمكان والفضاء. وأول حاجة هنبتدي عنها وهو في المنظر ده، هنلاقي إن أوزوريس موجودة على مركب وقدامه حورس. وأوزوريس وحورس عندنا طبعا أوزوريس بيلوح بإيده، لأن هو كده هيبتدي رحلة الوعي بتاعه، وكمان هنا هو هيبتدي إن إنسان لازم يكون عنده لا يوصل من خلالها إلى التوازن والاستقرار في الحياة. طبعا عندنا حورس اللي قدامه كمان موجود قدامه، وهو هيبتدي البطل للرحلة، وهيبتدي إن هو يلوح بإيده عشان خاطر يوصل إلى التوازن من خلال بقى الأبراج اللي إحنا هنشوفها دلوقتي. هنلاقي أول حاجة، أول تصوير عندنا هنلاقي برج الجوزاء، والمنطقة دي كلها برج الجوزاء. هنلاقي أول اتصال عندنا شخصين ماسكين بإيدين بعض، وهو الذكر والأنثى، وبعد كده هيحصل انقسام في الجزء اللي جنبيهم للذكر، وهتبقى الأنثى لوحدها والذكر لوحده، وهيبقى فيه زي إدراك إن في انفصال ووجود كيانين مختلفين للذكر والأنثى. هنبتدي بعد كده نبص على المنظر اللي بعده أو البرج اللي بعده، وهو برج الثور من 21 إبريل إلى 21 مايو.
طبعا متصور بثلاث أرجل كأنه شكل فيه إعاقة أو تحدي. والإعاقة والتحدي هنا بيدعم فكرة إن الجسم البشري أو الشكل الخارجي ليس له ما يحدد القيمة الحقيقية للشخص. يتحدث إن فكرة إن الناس بيميل إلى اعتقاد بأن هويتهم مرتبطة بأجسادهم، وإن النوع ده من التفكير بيؤدي إلى البحث عن القيمة الذاتية في الأمور الخارجية، ولما بنبص من الخارج بنلاقي إن بنصبح كسالى، وبعد كده بنبقى عرضة لأجندات بتخلينا ضعفاء. ولكن بيشير إلى إن الإنسان بيبتدي إن هو يحارب نفسه ويتحدى نفسه في هذه الدورة الليلية أو فترة من التحديات ليلا، وده بيتطلب من الإنسان إن هو بيتجه إلى الداخل ليعرف حقيقته ويتجاوز التحديات. والحكمة من الموضوع ده هو التحدي الحقيقي في الحياة هو البحث عن الحقيقة الداخلية ومعرفة الذات، بدلا من الاعتماد على العوامل الخارجية لتحديد هويتنا وقيمتنا. البرج اللي بعدنا الحمل، عندنا اللي هو رمزه الكبش، وهو زي فيه رجلين كده مرفوعين وعلى زي شكله كده على حالة من الاستعداد والتحدي. وطبعا الأول احنا قلنا برج التور كان فيه حالة عجز وفيه صراع داخلي، ولكن هو دلوقتي قادر ان هو يتحرك وان هو يتقدم في حياته، وده الإدراك الأول عندنا للشخصية والروح من جديد، ان هو هيبتدي بداية جديدة. وبعد كده عندنا اللي قدامكم ده طبعا برج الحوت، لانه بيرمز بسمكتين وكمان ما بينه زي فيه مياه بحيرة مقدسة، والبحيرة المقدسة دي بتشير الى العمق الروحي والعاطفي، وكمان عندنا بيمثل التوازن. طبعا عندنا بحكمة من المقطع ده، اول حاجة ان بيساعدنا ان هو بيفهم دورات الحياة والتحديات اللي احنا بنواجهها، وازاي ان احنا ممكن نطور ونتجاوز هذه التحديات ويكون عندنا توازن في حياتنا. وطبعا عندنا في زي دايره بيضاء جواها خنزير، والدايره البيضاء دي كانت زمان بتمثل كسوف الشمس، لان يوم 19 مارس 52 ميلاديا على ايام الامبراطور كلاوديوس حصل كسوف للشمس، فطبعا الشمس مهمه بالنسبه للمصري القديم، فحط بالنسبه له الخنزير لانه هو حيوان مكروه عند المصري القديم علشان هو ابتلع الشمس. والبرج اللي عندنا الرائع هو برج الدلو، واللي ممثل في إله النيل حابي، وهو ماسك إناءين بيتدفقان منهم الماء، ده عندنا من 19 يناير ل 18 فبراير. طب إيه الحكمة؟ الحكمة إن الشخص يفرغ الوعاء، يعني يحرر نفسه من القيود، يعني يفتح قلبه إن هو يحرر لو في أي قيود في داخله عايز يقولها ويبقى عنده تحرر ويفتح القلب. وكمان ان هو بيشجع ان هو التحدث بصدق واظهار مشاعرنا الحقيقية دون خوف. وعندنا كمان ان هو بيشير انك لازم ده يبقى بيتعمل الانثى والذكر، يبقى فيه توازن وتكامل بين الاتنين، فان هي فكرة ان يبقى فيه تكامل وان فيه مساواة بين الذكورة والانثى. طبعا ده بالنسبة للحكمة من برج الدلو. وطبعا احنا هنا بدأنا بشكل تاني او من الجزء التاني من المنظر، وهنلاقي ان الخنفسة بدأت تبقى ليها اجنحة، وزي ما قلنا قبل كده ان الخنفسة كانت اتولدت بسيطة، دلوقتي الخنفسة بقى ليها اجنحة، وده رمز للتحول الى والانتقال الى مستوى اعلى من الوعي، ده بيعبر عنه ولادة الجعران المجنح من خلال نود إلهة السماء. وبعد كده هنتكلم عن برج الأسد، وهو خامس الأبراج الفلكية، ومن 22 يوليو إلى 22 أغسطس. طبعا برج الأسد هو برج ناري، وهو كوكبه الشمس. طبعا هو برج قوي، وكمان عندنا هو بالنسبة للمصر القديم هو العصر الذهبي، لأن هو عندنا هنا من اتجاه النيل، لأن عندنا من الجنوب الشمال، والجنوب هو الأعلى بالنسبة لنظرة المصري القديم، وهو طبعا اتجاه النيل، تدفق النيل يعني الخير والعصر الذهبي، وبالتالي هو خلاص الإنسان هو وصل إلى التوازن وبدأ في الازدهار في العصر الجديد. وطبعا ده الفترة الجديدة دي مليانة بالقوة والشجاعة وإبداع الأسد، وعصر من النهضة والتحولات الإيجابية. هنلاقي بعد كده البرج اللي بعد كده عندنا هو برج العذراء، وطبعا برج العذراء ده بيمثل بالتطهير والصفاء الروحي، وعندنا برج العذراء من 23 أغسطس لحد 22 سبتمبر، والكوكب بتاعه هو عطارد، وهنلاقي ان في شخصيات جنبه زي آلهة سيدة الخوف، وفي شخصيات وآلهة تانية موجودة جنب برج العذراء، وهنلاقي ان في زي في الصندوق اللي قبل برج العذراء ده التعبان،
والصندوق اللي جنب برج العذراء ده فيه زي رسمة، وهي الرسمة اللي بيعتمد عليها المصريين القدماء في المعابد، وهي اللامتناهية. واحنا زي ما مشينا كده بالابراج، ولو هتروحوا معبد دندره هتمشوا بنفس الترتيب الابراج اللي انا اتكلمت فيها، لان عشان نمشي في شكل اللامتناهية، واللي هي موجودة دي هي العلامة اللامتناهية. هنلاقي بعد كده ان بعد مرحلة التطهير هنلاقي ان الشخص بيخش الى برج الميزان، وبرج الميزان جاي من اسمه ان هو التوازن، يعني الانسان بعد كده بان هو بيحس ان هو عنده شفاء روحي. طبعا عندنا برج الميزان من حوالي 23 سبتمبر ل 23 اكتوبر وكوكبه الزهره، ونلاقي ان في بعض الالهه جنبه، وهو زي الشخص ذو الطلعه البهيه. ونلاقي جوه برج الميزان هنلاقي ان في طفل، والطفل ده حاطط اصبعه في فمه، وطبعا كل ده بتودينا الى التوازن والارتقاء الى الوعي. هنلاقي اللي قدامنا ده برج العقرب طبعا، وهنلاقي ان هو بيزحف على الارض، وكمان عندنا فيه حاجه اعلى منه ورمز اعلى منه هو النسر او الصقر والغزاله، وده بيمثل الى حاله يعني عاليه جدا من الوعي هو الشخص ده وصله. والبرج اللي عندنا بعد كده هو برج القوس، وبرج القوس ده بيمثل الحريه في التعبير على الكامل عن الذات، وهو من 22 نوفمبر الى 21 ديسمبر، والكوكب اللي ممثله هو كوكب المشتري. وطبعا هو ده التمثيل قدامكم، هنلاقي الصقر واقف وهو ده كوكب المشتري. وبعد كده هنتكلم عن برج الجدي، وبرج الجدي طبعا مصور بالكبش اللي قدامكم ده، وهو رافع ايدينه الى اعلى. وكمان عندنا بالبرج بتاعه هو اللي قدامكم ده، هو الراجل اللي هو ليه تاجين مصر العليا والسفلى، هنلاقي ان في زحل. طبعا الزحل بيمثل بالرصاص، واللون الفضي بيمثل الى الحاله الثقيله والمظلمه. لما الانسان بيبقى عايز يتحول الى روحي، التحول الروحي اللي هو يبقى فيه تطور او دوره مستمره من التطور، بيحس ان هو بيخرج من الحاله الثقيله دي، وبعد كده بيتحول الى الشمس، وهي الحاله المضيئه والمشعه. وده الفكره اللي عايز يوصلها لنا برج الجدي، لان برج زحل دايما بيمثل الحاله من الرصاص او الحاله الفضيه. وطبعا ده من خلال دورة اللانهائية اللي دايما بيتكلم عنها المصريين القدماء. وعندنا الصندوق الأسود ده، وهو مرتبط بمجموعة الدب القطبية، والصندوق الأسود ده ليه رمز طبعا، وهو هنلاقيه جواه إله الأفعى. طبعا ده مسؤول عن ربط الروح بالشكل. تعالوا بقى نتكلم هو ليه مهم لمجموعة الدب القطبية. وآخر تصوير عندنا لمجموعة الدب الأكبر، وطبعا هنلاقي إن فيه تور، وهنلاقي ان في اله ماسك حربه بيضرب الثور، وهنلاقي المعبوده اوبت، والمعبوده اوبت دي بنسميها اللي هي الام العظيمه، وبتساعد برضو ان هي مكتفه الثور. طب ليه؟ لان الثور ده هنا بيمثل النمط القديم بتاع الانسان، يعني لو الانسان عايز يبتدي بدايه جديده بالتالي ان هو هيتخلص من النمط القديم. وده بيرجعنا لفكره برج الجدي لما بينتقل من حاله الرصاص الى حاله الشمس. وكل ما الانسان بيتخلص من نمط قديم الى التطوير الى حاجه جديده، والوعي الجديد بيحتاج زي نظام عمليه لا نهائيه، وده اللي عايز يوصلها لنا بالنسبه لمصر القديم. طبعا الصندوق الاسود ده بدايه الى ميلاد جديد، وده طبعا ده ليه رمز مع مجموعه الدب القطبي او الدب الاكبر. وطبعا احنا كده خلصنا كل حاجه عن الابراج اللي موجوده في السقف بتاع معبد دندره. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، لان ده مهم جدا عشان خاطر الفيديو ينتشر، وكمان تشتركوا في القناة. واشوفكم ان شاء الله في جزء جديد من معبد دندرة. شكرا والى اللقاء.